انتشار فيها التطبيقات الإلكترونية والمنصات التواصل الاجتماعي لمدة سنين كبيرة، لمدة كبيرة من السنين، هتبقى مختلفة عن المجتمعات اللي لسه بادية. فاحنا هنلاقي ان احنا طبعا يعني احنا بنتكلم على تحول رقمي وتطبيقات رقمية في مصر بشكل كبير وجهود خرافية بتتم في جميع الجهات، بس الكلام ده كله بقاله 6 7 سنين هو اللي واخد الجهد وواخد الصورة كاملة. طيب على الجانب الآخر في العالم كله احنا في تطور المجتمع الرقمي بقاله سنين طويلة، في صح. ناس عندها بقالها سنين طويلة استعمالاتهم للإنترنت هتلاقي اختلفت فيها نضج عن بالظبط. استعمالنا نحن. طيب احنا ايه المفروض نعمله وايه الأضرار اللي ممكن نتكلم فيها؟ احنا بنتكلم في الأساس على يعني احنا بنتكلم كلنا عارفين اضرار السوشيال ميديا وكل الناس البيوت اتكلمت فيها اتخربت كل الناس اتكلمت وحاجات فيها والشائعات انتشرت وحاجات بالظبط. كتير. احنا شفنا طبعا دورها كبير في الشائعات بس طبعا برضو سرعه تداول المعلومات دي حاجه قيمه لو استعملناها صح، برضو لو استعملناها صح التواصل مع الاقارب صح. 47% من مستخدمين المسافات في العالم كله السوشيال ميديا بيستخدموها للتواصل مع الاقارب في جميع، يعني احنا بنتكلم على اقارب مثلا مهاجرين او مسافرين طبعا. كان زمان ده اتقطع تماما بالزبط. دلوقتي بقى قريب جدا من عيلته. طيب وجانب اخر كمان احنا بنتكلم على ان هي ادمجت ثقافه الايه الشورتس اللي هو الايه الحاجات الفيديوز الخفيفه السريعه، فبقت عندنا في مشكله في الانتباه وفي عدم تركيز بشكل كبير عند الصغيرين والكبار. ففي حاجه كمان تانية مهمه وخطيره بقت ان هي بقى في نوع من انواع المقارنه بين الاقران، يعني لو بنتكلم ان حتى في الشغل حتى الكبار بالظبط ان هو بيجي يعلن انا عملت كذا وانا حققت نجاح وده بيشوفه الناس كلها حواليه، فممكن واحد يكون عايز يوصل لهذه وده نوع على فكره دكتور محمد من انواع التحدي. طب سؤالي بقى هو الانواع دي من التحدي في اي دوله في العالم نجحت انها تعمل لها توقف؟ لا طب يعني دلوقتي ما بقتش موضوع ابلكيشن او منصه، دلوقتي بقى موضوع حتى على السوشيال ميديا التحديات دي بتبقى موجوده. فيعني كيفيه التقليل من اثارها السلبي وان ولادنا وحتى في المدارس بيتداولوها وبيعملوها؟ الثقافه الرقميه يعني ازاي نستخدم المنصات الالكترونيه بطريقه سليمه تعظم الفوائد اللي موجودة في كل التطبيقات الرقمية اللي احنا بنتكلم عليها في حياتنا وتقلل من المضار. وعشان ده يكون موجود لازم يبقى الأولاد والشباب بصفة عامة يكونوا احنا بنقول هنا ايه ان طالما في فراغ يبقى الفراغ ده هيتملي بحاجة، احنا عايزين نملاه بحاجة تكون جيدة. طيب هم بيحبوا العالم الرقمي لان هم مولودين في زمن هو كله رقمي بالزبط. تمام، وبالتالي احنا لازم نوفر لهم محتوى رقمي مبدع مبتكر، المحتوى ده يكون نابع من تراثنا نابع من ثقافتنا.